يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في كتاب التوحيد باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، ذكر فضيلتكم أنه من الشرك الخفي لأنه شرك في النية والقصد. ما في شك، نعم. يقول الناس ما يدرون، الناس ما يدرون، أنت تعمل ولا يدرون الناس وش أنت تبي، ما يعلم هذا إلا الله عز وجل. نعم.